يقول: أنا أحيانا أقرأ آيات من القرآن الكريم، وبالتحديد أقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة بدون أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودون أن أبسمر، وذلك حركة مني غير إرادية، فهل علي إثم في هذا؟ وما هو الوقت الذي يجب علي أن أتعود فيه عند قراءة القرآن؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في البداية. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، أي إذا أردتم الصلاة. فالاستعاذة في بداية القراءة مستحبة بهذه الآية الكريمة، ولأن ذلك يطرد الشيطان عن القارئ، أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تبعد الشيطان عن قارئ القرآن، فيتدبر القرآن وأيضا يتمكن من القراءة من غير نسيان بعض الآيات. فالاستعاذة تحرسه من الشيطان وتساعده على قراءة القرآن على الوجه الصحيح. وكذلك من آداب قراءة القرآن البسملة في أول كل سورة، البسملة في أول كل سورة بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة، لأنها لم تكتب قبلها في المصحف، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. أما ما عداها من السور فيستحب أن يقول قبل قراءتها في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من المستحبات، البداءة بالاستعاذة والبداءة بالبسملة من المستحبات في القراءة. فلو قرأ من غير أن يستعيذ أو من غير أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة فإنه لا حرج عليه، ولكنه يكون تاركا لسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.